طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره قدم ممتعه، لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه. كريستيانو رونالدو لا اجد الكلمات المناسبه في حارس المرمى. يا الهي على هذا التالق، على هذا التعملق، على هذه المباراه الكبيره. يحاول أن يلعب كرة بينية، بول بوجبا، باتريك فييرا، تلعب الكرة إلى الأمام، نيمار، كوليبالي يتسبب في احتساب المخالفة. لديه ثقة كبيرة في قدراته العالية على مستوى الكرات الثابتة، لكن من هذه المسافة الكبيرة خيار التسديد كان خيار سيء بصراحة. نيمار، غير صليخو، سافيتش، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. كرة طويلة للأمام، باتريك فييرا، سافيتش ينطلق إلى الأمام بسرعة، مرت الكرة، أفقد الخصم التركيز، التوازن. نيمار، مرور جميل من المدافعين وانطلاقة على اليسار. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. الكرة ملعوبة من مسافة، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يلعب كرة عرضية، كرة تمر بسلام على المدافعين، كرة إلى الأمام، يلعب كرة بينية، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. باتريك فييرا، ليونيل ميسي، بييرو باميانغ، لمسة بينية، يا لها من فرص. كريستيانو رونالدو، هدف ولا أروع. إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. في مواجهة من هذا النوع كان لابد من فريق فائز بالتأكيد. لويس سواريز، لعبة جميلة لكنها لم تستغل. بيل، كرة ملعوبة إلى كريستيانو رونالدو، كرة كانت في منتهى خطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها، هدف مقابل لا شيء الآن.
النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. كريستيانو رونالدو تمريرة كارثية يا جماعة. سافيتش يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يمر ويلعب كرة بينية. يحصل عليها نيمار. بواتي يرتكب مخالفة واضحة جدا. ميسي خسر المواجهة أمام خصمه. كرة طولية إلى الأمام. يلعبها عرضية كريستيانو، الكرة في الشباك، هدف. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. تم تدليل الفارق إلى هدف وحيد. سواريز يلعبها للجانب والتسديد، تصدي رائع جدا من الحارس. نيمار نعم سددها بشكل رائع، لكنه واجه حارس متألق تمكن من إبعادها. لمسة بينية ينجح في تمريرها إلى كريستيانو رونالدو، وينجح في تسجيل الهدف. كرة لا يمكن أن تضيع. تقدم بهدفين مقابل. وفي هذه اللحظة صافرت حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. فارق مريح في الوقت الحالي، الخطر الوحيد اللي يواجههم هو المبالغة في شعورهم بالرضا في احتفاظهم بالكرة، وربما مطالبين بتركيز أكثر، يكونوا على نفس العزيمة والإصرار. إذا سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. خير صالحو، كوليبالي، جاريث بيل، كريستيانو رونالدو. هجمة مرتدة الآن، يعدي إلى منطقة الجزاء، موجود لإبعاد الكرة. سواريز، كريستيانو رونالدو، ميسي، لويس سواريز، يلعب كرة بينية، كرة تعود للخلف. بول بوكبا، بواتينغ، جاريث بيل، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. بييرو باميان يقع في تسلل. نيمار، الله على
هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. رونالدو، كريستيانو رونالدو بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. سافيتش، ليونيل ميسي يمرر كرة قوية، كرة بعيدة خارج الملعب، وفي الأخير ضربة مرمى. لويس سواريز، كرة ممتازة كريستيانو، والكرة في الشباك، جول. لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. يتوقف اللعب الآن لتبدأ التغييرات. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. أوباميانغ، كرة على الجانب، فرصة سانحة للتسجيل. سافيتش، الآن فرصتهم للمرتدة. فوليت، لويس سواريز يمر، يبحث عن المهاجم. رود خوليت، لويس سواريز، تحرك جميل، اندفاع إلى الأمام، محاولة خطيرة، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. لمسة بينية. خافير زانيتي، لويس سواريز يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل الآن؟ نيمار، سافيتش، بواتينغ يلعبها لمنطقة الخطر. عرضية، بابي، اندفاع. بابي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. بول بوغبا، قد تكون هذه فرصته، يحاول أن يلعب كرة بينية. نيمار، الوقت يمر بسرعة عليهم، لعب الكرة إلى الأمام.
يمر ويلعب كرة بينية. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم، هل يستغلوا الكرة الحرة؟ هل يسجلون من هذه اللقطة؟ مبابي، يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. بول بوجبا، بواتينغ، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، يحاول تمريرها من بين المدافعين مع كرة نيمار، كرة باتجاه المرمى. الله مارواك ينجح في التسجيل. برشلونة عادوا إلى المباراة مرة أخرى. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. تساوت الكفتان في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة المثيرة. إنها صافرة نهاية، إذن تنتهي المباراة. أظن أن المشاهد